إلى ذلك القائل أنشد الريد جوابك زينب شنه من النسوان. إلى ذلك الشاعر الذي تشتاق إلى قصائده كاشتياق المغترب إلى الهواء الذي يأتي من العراق، الصوت الذي يتمنى اللاقط الاقتراب له كثيرا، الشاعر والمهوال الحسيني المبدع قاطع المياحي، مرحبا بذكر محمد وآل محمد. قالت هاي هي اللي يا وحشة على المتعودة بدي فراشة فرشة هاي هي الليلة 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 وحشة على المتعودة بدي فراشة أفرشة الليلة وحشة وما يخلون بدي الماي بس يم قبر رشة الليلة وحشة الليلة وحشة والغريبة أخت ما توقف لأخوها فوق نحشة الليلة 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 وحشة والغريبة أخت ما توقف لأخوها فوق نحشة الليلة وحشة مفتحات عيونها ما سديت رمشة الليلة وحشة مفتحات عيونها عيونها ما سديت رمشة الليلة وحشة والمصيبة الليلة وحشة والمصيبة صحت ما سمعوني كلهم ذان طرشة الليلة وحشة الليلة وحشة صحت ما سمعوني كلهم ذان ذان طرشان ليلة وحشة وانا قلب من الهضم ذباحكم شفته يتمشى الليلة وحشة الليلة الليلة وحشة وانا قلب من الهضم ذباحكم شفته تمشى الليلة الليلة وحشة قلت من نامة العالم أغبش على قبوركم عباس غبشة الليلة وحشة ردت أقلكم أمس هذا امشان كنا نتعشى ردت اقلكم هذا امشان كنا نتعشى سبحة مقطوعة صفينا والعيد عاين علينا غفلة طششنا الزمان شلون طشة سبحة مقطوعة صفين والعد عاين علينا والعد عاين علينا غفلة طششنا الزمان شلون شلون طشة تقول زينة ببكي على الخلى الملعب سبحة ومقطوعة اخواني الرسالة الثانية بما انه انا محافظة البصرة فاتصل بي شخص من محافظة البصرة الى كل خدمة الحسين طبعا هذا الولد ما يحكي ويا اخوه
دزالة طبخ من زاد الحسين. قال له عمي هذا طبخ من زاد الحسين وأنا ما أحكي وياك. قال له والله ما أستلمه، كض الزاد ورجع. حسين جدراك مثل أمي شقد حنين، خايطة تغب شفها ظن أمي البنين. حسين جدراك مثل أمي، والله أمي شقد حنين، خايطة بجفها ظن أمي البنين. الطلب ياخذ مراد، العدة همنا للسعادة، رحمة من الله وعبادة، أولادها البعد الله بيهم نستعين. حسين جدرك مثل أمي شقد حنين، الخادم الكب زاد بيده دمه يرتاح بوريده، عيشت الصبح سعيدة دوم يم قبره، فلا تسمع ونين. حسين جدرك، أريد أسمع منك، حسين جدرك مثل أمي شقد حنين، آه من تشم بزادة تشبع، من تشم بزادة تشبع، تبرد من النار تلسع، تبرد من النار تلسع، باكر الخدام تشفق، والعواجر صارت لها تشم جنين. حسين جدرك مثل أمي شقد حنين، اللي يتعب وكن بيدراية شيخ يصبح بالولاية، اللي يتعب وكن بيدراية شيخ يصبح بالولاية، يسوي للتاجر دعاية دعاية، تاكل الكل بسفرته مأمنين، حتى بالسكر وبالضغط وداحتك كلهم ياكلوا من زاد الحسين برد مول. تاكل الكل بسفرته مأمنين. حسين جدرك مثل أمي، موكب صغير نصبنا من الوادم ما طلبنا، عجم تاكل وعرونا، عمرت هالحالة عدنا من السنين. حسين جدرك مثل أمي شقد حنين، سفرتك دكتور واعي، سفرتك دكتور واعي، والمريض شقد يراعي، سفرتك دكتور واعي، والمريض شقد يراعي، انت ما تحب التباهي، نكسر قلبك يا ابو قلب الحنين. حسين جدرك نطبخ شوية ويزود عليك، ما تكضنا الحدود وحد مقطوع الزنود، بخدمتك يا الشيعتك متكونين. حسين جدرك مثل أمي شقد حنين، شفنا أطفال بعربنا شاي من عندهم شربنا، يا حسين اسمك وطننا، فرغينا بيوتنا لأجل الحسين. حسين جدرك مثل صيت ما دورنا لاجلك، ابو علي نستحي لما نخجلك، نستحي لما نخجلك، رقم واحد من سجلك،
واجب احلى القصة كون نخلي طيب حسين يا لرديت زاد حسين من الخوة ما طايب يا لرديت زاد حسين ولا لا 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 رديت زاد حسين من الخوة ما طايب كلام النفرد لقمة وصاير يركض الشايب ترى الأحواج يظل أحواج والعايب يظل ترى الأحواج يطيل رديت زاد حسين حسين من الخوة ما طايب كلام الفرد لقمة يا وصاير يركضين الشايب ترى الأحواج يظل أحواج والعايب يظل يظل عايب روح اقرأ على العباس شوف ايش وده والجايب روح اقرأ على العباس شوف ايش وده يا والجايب مثل فرض الصلاة نقول الخوة واجب الواجب مثل فرض الصلاة نقول رباط شوية ما له مختلف يقول بديت ما يتعرم يلي تعوف اخوانك الى ابو الفضل العباس طبعا اتعجبت النسوان كلها على البطل انطلديا قابل انت رابعات الرابعة تم البنين اتعجبت النسوان كلها على البطل انطلديا قابل انت رابعات الرابعة تم الرابعة تم البنين جابتني يصقر شوارب بس درج قد حنين او جابت القطع جفوف لجل زينب والحسين مولاي الريش الفوق راسك غاية لك بيها فدوى روح لك الريش الفوق راسك غاية لك بيها بركضتك ترسم حسين بعواليها خادمك الريش الفوق راسك الريش الفوق راسك غاية لك بيها بركضتك ترسم حسين بعواليها من طقك الغيظ اختاضن الريشات زلم صارت الروس بجعب رجليها من طقك الغيظ اختاضن الريشات فدوى روح لك زلم صارت الروس بشعب رجليها اليمنى أظنها مخصصة العباس واليسرى ترى الزينب مخليها اليمنى أظنها مخصصة العباس مو ريش على راسه كنا شوف اثنين زينب على اليمين وعلى اليسار حسين شالاهم عمر لا مو سنة او سنتين وريشات براس حسين وزينب ريشات براس حسين وزينب يا خطاب الشريعة على خير ان شاء الله اللي انطلت عليكم يا خطاب الشريعة وانها عليها او خزرها من بحطي احتراتيها يا خطاب الشريعة وانها عليها وخزرها من بعد طيح تراجيها وقللها عمامة سلف بس همان مو طبع النهيبة حتى سويها انا ربات المقابل ما اجب اسكوت انا مرب الشوارب واعرف ايش ايش بيها اكرهك بس احبك شي عليك زماط اكرهك بس احبك
شي حبيك زماطك شغلات المزامطان راحيها زف المشرع العباس والزافوف ملك الموت صاحب ذان هالعباس بس انقطع من هالصوت ما وصلت الباب البيت من الفرس للتابوت ما وصلت الباب البيت من الفرس للتابوت ماتت وهب مهر الفرس ما لاعبها بسيف ماتت وهب مهر الفرس ماتت وهب مهر الفرس ماتت وهب مهر الفرس هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فدوا روحكم بعد عيونكم.